واحد بيقول هل الفداء الذي صنعه السيد المسيح يختص بالجسد ام بالروح ام بالاثنين معا؟ فداء للانسان كله طبعا، ما نقدرش نفصل الجسد عن الروح. وكيف يموت الانسان بيقول وكيف يموت الانسان رغم تسليم السيد المسيح للتجسد والفداء؟ الموت ليس ضد الفداء. المسيح لما عمل الفداء بينقذ الانسان من الموت الابدي مش الموت العادي. ما في انسان مؤمن بيموت ويروح الفردوس ويبقى ما خسرش حاجه ويبقى استفاد من الفداء، لان لو ما ماتش هيفضل قاعد في الارض دي وقاعد في الحياه الماديه. فالموت ينقله الى حياه افضل. واحد بيقول وبرضه بيقول نص سفر الرؤيا صراحة على ان السيد المسيح صلب في مصر. مين قال الكلام ده؟ ده انت لازم ليك سفر الرؤيا على مزاجك. ما هو الكتاب اهو يا ابني موجودة فين في دي؟ ده ناس هيألفوا لنا كتاب مقدس. وبرضه سؤال تاني بيقول في بدء سفر الرؤيا يا ريت تقرا كتابنا عن تأملات في سفر الرؤيا وتلاقي إجابة الأسئلة اللي انت عايزها.